بالنسبة فضيلة الشيخ محمد لشراء الذهب بالتقسيط، نعم، ما حكمه؟ نعم، شراء الذهب بالتقسيط إن اشتري بغير العملة الورقية وبغير الذهب وبغير الفضة فلا بأس به، مثل أن يشترى بطعام من تمر أو بر، أو يشترى بسيارات وما أشبه ذلك، فإنه لا حرج فيه، لأنه لا ربا بين الذهب والفضة وبين المطعومات، ولا ربا بين الذهب والفضة وبين المصنوعات. أما إذا اشترى الذهب بالتقسيط بعملة ورقية أو بذهب أو بفضة فإن ذلك حرام، لأن بيع الذهب بالذهب يشترط فيه شرطان: الشرط الأول التساوي وزنا، والشرط الثاني التقابض في مجلس العقد. وإذا بيع الذهب بفضة أو بأوراق عملة اشترط فيه شرط واحد وهو التقابض في مجلس العقد قبل التفرق، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، ولقوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم، بارك الله فيكم.